دخولي للتعليق الرياضي كان صدفة، كان صدفة. كان إذاعة الشباب والرياضة تعاملت في تونس بقرار رئاسي وقتها في 95، وأذكر التفاصيل أنه بإعاز من عائلتي وخاصة أختي شاركت في المناظرة في آخر وقت. أنا قدمت مطلب الترشح لدخول مناظرة إذاعة الشباب والرياضة ساعتين قبل إغلاق الوقت المخصص لتقديم الملفات، وتوفقت الحمد لله. نجحنا 90 بين الشبان والشابات على 5500 يعني من ساهموا أو شاركوا في المناظرة، وبدأت الرحلة. بدأ تواصل العشق تاع الرياضة والتعليق، وبدأت الرحلة الإعلامية. ثم محظوظ أني كتونسي أنه بلادنا عندها عشق خاص للرياضة، وكانت ناجحة رياضيا على الأقل على المستوى القاري الإفريقي والعربي، وحتى بعض المستويات الدولية. فكان الاهتمام كبير على المستوى العالمي. مليان صغير نتفرج في الشامبيونز ليج، مليان صغير ينقلون كؤوس انجلترا في الثمانينات على التلفزيون التونسي، ونتفرج في ليفربول، كيني دالجليش، جريم سونس، الكبار متاع الريتس او مانشستر يونايتد، براير روبسون. مشيت معايا شوية شوية. أكثر من 20 سنة تقريبا في المجال، من عام 95 دخلت صغير في إذاعة الشباب والرياضة في تونس، ثم تنقلت تدريجيا للتلفزيون التونسي، ثم أتيحت لي فرصة التعليق في اتحاد إذاعة الدول العربية، ثم جاتني الفرصة الأولى للاحتراف كبير خارج الحدود في 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 روما في إيطاليا، في شبكة كبيرة وعريقة هي شبكة راديو تلفزيون العرب. ممكن معلق عملت 1500 مباراة، علقت تقريب 160 فاينل. أول مباراة علقت عليها مباراة انتجرال كاملة، كانت مباراة تونس ونيجيريا في 97 في نهائي دورة الجي كاب في التلفزيون التونسي. انطلقت من خلال مباراة ريال مدريد وانتر ميلانو في الشامبيونز ليج. في الاي ار تي بدأت مباراة إفريقية ترجي وصن داونز، لكن على المستوى الأوروبي بدأت بديربي البافاريا بين بايرن ميونخ ومنشن 1860. ثم في الجزيرة الرياضية بدأت أيضا بماتش فيه برشلونة. فكان قدري أن أبدأ مع الكبار.